الناس اللي دايما تزج بانفسها عند الفتوحات لكن عند الشدائد ما تلاقيهمش كتير منهم تقابله في حياتك. المندسين في صفوف الصالحين، المتمشيخين في صفوف الصالحين، اول الامتحان ما تلاقوهوش، اول اختبار ما تلاقوهوش. هذا ده كان اختبار. الجماعه الالفين الاولانيين ايه طاروا روحوا خلاص مش لاقينهم، بس النبي نادى عليهم ولا نادى على رجاله؟ قال يا اصحاب السمره، يا رجال البيعه، انتبهوا حقيقة وعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحق مش بكثر أتباعه. ممكن تلاقي إنسان حصل على كل شهادات الدنيا وما عندوش مشاهدات، ربنا طامس بصرته، وإنسان مخلص مع الله ما حدش يعرفه، قاعد على جنب كده كل الكون بيدور في مدار حجره لأن ربنا راضي عنه، وأن الله سبحانه وتعالى لا القلة ولا العدد هو اللي بينصر الناس، إنما النصر من عند الله. من الذين قالوا لن نغلب اليوم من قلة؟ أولئك اللي أسلموا من 16 يوم، مش الصحابة، ما حدش من الأنصار قال كده، ليس أبو بكر وليس عمر وليس علي بن أبي طالب ولا حد من الكبار، إنما دول كانوا 10,000 من المهاجرين والأنصار، 2,000 من الجماعة المؤلفة قلوبهم، مفهوم الكبار منهم متربيين على معاني أكبر من كده بكتير، على مفهوم الأدب مع الله. دول اللي حاربوا يوم بدر، الذين نزل فيهم القرآن وامتدح زلتهم وقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم إيه؟ وأنتم أزلة. لابد ألا نقول افتخر الصحابة وتعجبوا، هؤلاء يا إخواننا كانوا سجدا قلبا وقالب، دول خلعوا نعال القلوب وخلعوا نعال القوالب وفنوا في رسول الله فناء ما أكمله وما أعظمه. أولئك أهل الوفاء وأهل الاكتفاء وأهل الفناء برسول الله. لم يبقى مع النبي على الأرجح إلا إيه؟ إلا 10 فقط. صار النبي ينادي فيهم عشان يعرفهم أنه موجود. يا معشر المهاجرين والأنصار، أنا رسول الله. ثم أخذ بغلته، قائد عنده 12,000 عسكري جيش مسلح وراكب بغلة، فراكب على بغلته البسيطة دي ورايح بيها يحارب، والعباس سيدنا العباس يشد لجام الفرس عشان النبي لما لقى كله مشي راح هو أقبل على الجيش كله لوحده، تملكته السكينة. وذلك ربنا يقول فأنزل الله سكينته على رسوله وإيه وعلى المؤمنين، بس نزلت السكينة الأول على حضرة النبي. من هذه السكينة حصل له ثبات، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، حتى صار ينطلق إليهم وحده قائلا أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. راجل واحد والعشرة بيحوطوا سيدنا النبي خايفين عليه. ثم قال، شوف بقى سيدنا العباس يوصف يقول ثم أناخ النبي ناقته، كأنها ترجمت وأناخت حتى وصل بطنها إلى الثرى، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من التراب ثم ألقاها في وجوههم وقال شاهت الوجوه حميم لا ينصرون. اللي أسلموا بعد كده من ثقيف يقول والله ما من واحد فينا إلا وأصاب التراب عينه وابتلعه في فيه، ما أخطأت ذرة من التراب واحدا منا. هذه هي الحقيقة المحمدية، أن تجل جلالها بقى، إن خرجت من جراب الجمال إلى جراب الجلال ليصون الكون بالتوحيد. بأي سلاح أخذ هذه الجيوش كلها؟ بانتسابه إلى الله وانتسابه إلى عبد المطلب. مفهوم يجب أن يصحح. لو كان عبد المطلب كافرا ما استنصر به النبي في غزوة حنين. لما يكون عندك شدة صلي على النبي واقرأ نسبه تنزاح، لأن كل الأسماء دي طهرة مطهرة، خيار من خيار من خيار. وبعدين قال يا عباس يا عماه نادي على الأنصار، نادي أصحاب السمرة،
فقام سيدنا العباس وكان صيطا، يعني كان صوته جهوري قوي، قال يا اصحاب السمرة اللي هم ليه يا جماعه، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. نادي على اصحاب البيعه اللي بايعوا الله، اللي صدقوا في بيعتهم مع الله. فما ان قال العباس كده الا بدات الناس تتجمع على النبي تاني، وانتصر المسلمون. غنم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في هذه الغزوه غنائم كبرى، وصلت إلى آلاف مؤلفة من البعير والجمال والفضة وأقيات من الفضة والذهب، ثروة ثروة دولية. سيدنا النبي يعمل إيه فيها؟ يجيب أبو سفيان يديله 100 ناقة و100 أقية من الفضة. بعض الناس اتهم الأنصار إن هم اعترضوا على سيدنا النبي وقالوا سيدنا النبي لاقى أهله، هم ما كانوش خايفين على الفلوس. يا جماعة التصحيح، هم كانوا خايفين ان النبي خلاص هيحن بقى لجماعة مكة ويروح يعيش في مكة ويسيبنا، بس الجماعة دول ما كانوش طالعين يحاربوا الناس عشان ياخدوا اموالهم، بدليل النبي واثق فيهم، لدليل انه ايه، انه عطى كل الناس الا هم ما عطاهمش حاجة. وبعدين سيدنا سعد بقى بيقول له يا رسول الله لقد وجد فيك حي من الأنصار، يبقى مش الأنصار كلهم، جماعة شباب كده، وماذا تقول أنت يا سعد؟ يعني الراجل كبيرهم بقى، قال له أنت رأيك إيه؟ قال إنما أنا امرؤ من أهلي، فقال نحملني إليهم. فوقف صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا، ثم قال يا معشر الأنصار قد كنتم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، لقد كنتم ضلالا فهداكم الله مسكتش بي، وعالة فأغناكم الله بي، ردوها علي، يلا ردوا علي، قولوا جئتنا وحيدا فأويناك، جئتنا مستنصرا فنصرناك. فبكوا جميعا، قال ألعاع من لعاع الدنيا، أعطيتها لأؤلف بها قلب فئة من الناس، ما هذه الوجدة التي وجدتموها فيها؟ أما يرضيكم يا معشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاة وبالبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ دول الأنصار أهل الأدب، قالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم حظا وقسما، احنا مش ما كانش دي قضيتنا، احنا خوفنا لا تسيبنا. اما يرضيكم ان تكون الحياه حياتكم والممات مماتكم؟ سيدنا النبي وعدهم انه يعيش معاهم بيت عمره ويموت في ديارهم. الحاجه الثانيه، ثم رفع يديه وقال اللهم اغفر للانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. ما هذا العز اذا الانسان اكتفى بالرسول؟ المغفرة والمعية، المغفرة والإيه؟ والمعية. ممكن اللي حرموا مما أخذناه يكونوا خدوا إيه لو ملكوا ما بين السماء والأرض ولا أي حاجة إذا لم يصطلحوا مع الله؟ الذين ملكوا مما تحت الأرض إلى فوق السماء إلى بطن العرش ولم يكن لهم حظ من معية حضرة سيدنا النبي، ما الذي أخذوه؟ ما الذي أخذوه إذا قورنا بعطائي؟ أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة وبالبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ ما أخذوا شيئا.